يعني يسرني أن أنقل من مجلس إدارة الاتحاد العربي خالص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الكبيرة في استضافة هذه البطولة. وبالمناسبة يعني رئيس الاتحاد المصري دائما يستضيف، يقول أي بطولة لم تجد لها أحد يستضيفها إحنا موجودين، ولكن إحنا وجدنا، إحنا عندنا تونس والكويت في استضافات، ولكن في هذه البطولة اللي في وقت قصير قبل شهر يعني ونص تقريبا قررنا أنها تقام في مصر، واتصلنا في الأخوان في مصر مشكورين، ونحن نعرف أن مصر والاتحاد المصري قادرين، منشآت رائعة، رجال يعملون ومستويات رائعة، استضافة كانت على أعلى مستوى، هذه الصالة ممكن أقيم فيها بطولة العالم بمستواها العظيم.